كنا واقفين انا عارف ما الموقف بيجي تشرف ده دمياط دلوقتي برضه عشان تتابع الموقف ماشي ازاي. احنا يعني شايف ان احنا كنا متفقين ان العينين اللي عندهم هاي ميوبيا قصر نظر شديد عينهم بيحصل لها انترو بوستيريور انلارجمنت. انترو بوستيريور انلارجمنت يعني عينيهم بتكبر. تمام. في منهم ناس زي انا كده سيمبل حاجه بسيطه بتكبر حاجه بسيطه، دول مش هيحصل لهم اي مشكله في قاع العين ولا الكلام ده. يبقى انت لو بتتكلم دلوقتي يا احمد عن فندس بريتشر انت بتتكلم عن فندس بريتشر هاي ميوبيا. فندس بريتشر ايه؟ هاي ميوبيا. مش تكتب بقلمك الجميل كده جنب فندس بريتشر اكتب جنبها ستريتش. هات الريموت يا مصطفى من عند حمدي عامر والنبي اكتب لي جنب فندس بريتشر الله يخليك ستريتش. اكتب لي وما تتاخريش اكتب لي ستريتش. ستريتش يعني شد. يعني اللي انا احكيه ده يا ابو سالم سببه الشد على العين. ايه اللي انا احكيه بقى دلوقتي؟ دلوقتي نورمالي ادي الريتنا ادي كتير النهارده اكد على هو قال لي الثابته يكون راكب اكد عليه. بص الخط ويتصرف يركبه هنا ويتصرف يا هنا يا هنا. الله هتوصل لفين يا دكتور؟ مش عارف. سأل خلاص ده 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 كان لو يبيض الايد بس اخدها من بداية. هل واضحه تفاصيلها وهي شايفها انت بالكثير شايف اللون الاحمر بتاع الكرويد الجلد شايف لون لكن هل شايف تفاصيل اوعيه دمويه؟ هل شايف البيجمنتيشن اللي جوه الكرويد؟ الاجابه لا. مع حدوث الاستريتش يا دكتوره نسرين نظرا لزياده طول العين في الهاي مايوبيا الريتنا بيجمنت ايبيثيليوم بيبقى اتروفايد بيتشد يتشد يتشد فيبقى في اتروفي. فلما يبقى في اتروفي يتشكل العين تحت منه على الكرويد فتشوف الكرويد الفيزل وتشوف الكرويد البيجمنت. ظهور الكرويد البيجمنت والكرويد الفيزل نتيجه الاتروفي للريتنال بيجمنت ايبيثيليوم ده بنسميه تيجرويد فاندس تايجر اللي هو النمر او بنسميه سليت فاندس. اسم النور وفين الشباك؟ اسم النور وفين الشباك؟ اسم النور وفين الشباك؟ اسم النور وفين الشباك؟ احب اوضحه. اتفرج يا ستي بقى اهو يا ستي ده قاع عين اهو فين الشباك اللي احنا ليه؟ تايجر اهو. بص يا ستي بقى شايف البطش البيجمنت دي؟ هل دي طبيعيه في قاع العين؟ شايف خطوط البيجمنت دي؟ شايف البيجمنت دي هل دي طبيعيه في قاع العين؟ انا وانت دي بيجمنت جوه الكرويد. ايه اللي ظهرها كده يا جماعه؟ ان رجلنا فيها ايه؟ اطول. طيب ابص على الخطوط دي، بص على الخطوط دي الخط ده كده ده اهو بس انا هحط عليه القلم وبعدين نرجع نشيل ده كده والخط ده دي اوعيه دمويه جوه الكرويد. دي اوعيه دمويه جوه الكرويد. بصي اهي الخطوط الحمراء دي شايفها؟ في خطوط حمراء كمان بالطول اهي ماشيه بين البيجمنت مع بعض. اخدتوا بالكم هنا ولا مش واضحه؟ استنى الاحمر القوي ده ريتنال فيزل.
لكن الاحمر اللي تحت منه ده ايه؟ ده كرويد. ده ايه اللي اظهره بالشكل الواضح قوي ده؟ القطف بتاع ريتينال بيجمنت اكسيما. اذا اول حاجه حد يفتح له حد لغيني. اذا اول حاجه بتحصل هي حدوث تسليت او تجرويد فانكس. تسليت يعني مظهر خشن. تجرويد زي النمل. يعني ايه زي النمل؟ زي النمل ازاي يعني؟ يعني في فيزلز وفي ايه؟ وفي بيجمنت. كرويد الفيزلز وكرويد الايه؟ وكرويد الفيزلز. ادي واحد. بعد شويه احنا قلنا ان السبب في كل الكلام ده كلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها ايه؟ ترش. بعد شويه هيحصل الترش. انت عارف ان عند الديسك ادي الديسك اهو ادي الاوبتيك ديسك. عند الديسك ماسكه ريتنا تحت منها كرويد تحت منها سكليرا. لما الريتنا والسكليرا من كتر الشك يبقوا قطر قايم. لما الريتنا والكرويد من كتر الشك يا احمد يبقوا قطر قايم. يوروني مين من تحتيهم؟ سكرين. انا بقول اتروفايد ما بقولش تطعم يعني يتشدوا قوي لدرجه انهم يبقى اتروفايد بحكم انهم ماتوا يعني بقوا رقيقين جدا لدرجه انهم ماتوا. فيظهر مين من تحت منهم يا جماعه؟ يظهر من تحت منهم السكرين. الكلام ده بيحصل اول ما يحصل عند الديسك وتبدا تلاقي حلقه بيضاء حوالين الديسك حاجه اسمها مايوبيك كريسن. مايوبيك كريسن ده سببه زي ما الكتاب كاتب ومذكره ريتراكشن اوف ريتنا اند كرويد فروم ديسك. الريتراكشن قصدي يعني ان انا بقى اتروفايد خالص بحكم ان انا مش موجود وتديني خط ابيض. بيبدا الاول تمبرال الديسك تمبرال الديسك وبعدين بعد كده يبقى داير ما يدور انيولار. صعب الكلام ده؟ اعتبره صعب. بص في النور. بص الديسك حواليه كريسن لونه ايه الكريسن ده؟ ابيض. ايه اللون الابيض ده يا ادهم؟ لون ايه؟ لون السكليره. ايه اللي اظهرها؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي ايه؟ ترش. او يفتح النور. نفس اللي حصل ده يا استاذ حوالين الديسك ممكن يحصل في اي حته ثانيه في الريتنا. يعني ممكن جدا تلاقي فيه كوريو ريتنال ديجنريشن في بعيد اجزاء الريتنا. باتشز اوف كوريو ريتنال ديجنريشن. وتظهر الباتشز دي لونها ايه؟ ابيض. لونها ابيض. اللي ظهر من تحت منها ايه؟ الريتنا. ففي باتشز بطش من الكوريو ريتنال ديجنريشن. لو الباتشز دي بريفرال تعمل بريفرال فيلد ديفكت. لو سنترال يا احمد يا محمودي تعمل سنترال فيلد ديفكت. حتت اللي ماتت من الشبكيه صدع حتت في مجال الابصار هتموت سواد. فالبريفرال والسنترال كوريو ريتنال اتروفي او كوريو ريتنال ديجنريشن هيقابلها يا بيتر فيلد ديفكت سواء بريفرال او ايه او سنترال. خدنا الكلام ده في السيمبتومز المره اللي فاتت. ويا ادهم لو البريفرال تشينجز جامده تخلي العين يشوف وحش امتى؟ وحش بالليل لايت بلايندنس ما بتاع نظرك. اقفل النور وما بتاع نظرك فرق. عندكم دي في المذكره. عندكم دي واللي فاتت في المذكره. بص الشبكيه حتت بيضه حتت بيضه حتت بيضه حتت بيضه 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 بيضه. الله ايه ده؟ ايه الحته البيضه دي؟ حته البيضه دي سكليره. ايه اللي اظهرها؟ اصل في كوريو ريتنال ايه؟ اتروفي او ديجنريشن. سببه ايه يا شفيع؟ ايه السريش؟ طب تمام ايه بتاع النور؟ الصوره القديمه ده دي؟ ايوه ده غير سكليره اهي. ايوه باينه زي يا دكتور مراتب على الورا روكيا ومراتب. اتفرجي؟ افتحي النور. احنا قلنا اول ما بدانا الكلام ان الفانجس بيك خلاص انا بعيد تاني خالص ومش ليه هي بيكم. بنقول ان احنا اول ما بدانا الكلام ان الفانجس بيكتشر اللي بنتكلم عنه ده الفانجس بيكتشر بتاع الماي مايوبيا اللي كنا بنتكلم اللي العين فيها مطوله وكبيره قوي. فكل ده بيحصل بسببه او بسبب هذا الكلام ده يعني المطوله دي بيحصل حاجه اسمها ستريتش شد يعني. الستريتش ده يعمل اتروفي للريتنا والريتنال بيجمنت ابسيليوم في مرحله ومرحله على اتروفي الكرويد شخصيا. فلما تبقى حاله اتروفاي مشدوده خالص لو انا جبت بالونه وقعدت اشد 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 فيها هتلاقي ما تلاقيها خالص وقت شفاف خالص مورياك اللي تحت منها لهم مين بقى؟ الاسكن. فبيحصل ثلاث حاجات يا حسين. اولا تسليت فندس او تجرويد فندس. ثانيا مايوبيك كريزن. ثالثا كوريو ريتنال باتشن. كومبليكيشن كومبليكيشن اوف مايوبيا. هشام هي الكومبليكيشن دي ليا لو انت السمبل ولا للهاي مايوبيا او المالجننت مايوبيا؟ للمالجننت. خدي بالك العيان ده عرضه للكاتاراكت وجلوكوما. ما تسالنيش ليه؟ ما تسالنيش ليه؟ والعيان عرضه للكاتاراكت وعرضه لبرايمري اوبن انجل جلوكوما.
يعني لو عايز تعرف ليه مثل دي نظريه عشان ما تبقاش انت تتقطع دماغك قوي، يعني مثلا الجلوكوما ويقولوا انه زياده طول العين وهذا الاسترتش اللي بيحصل في الهاي مايوبيا يخلي البيجمنت اللي جوه العين، البيجمنت اللي جوه الريتنا جوه الكوريه تقع داخل العين، داخل الفراغ بتاع العين، داخل الفيترس وداخل الاكواس، وتترسب في الترابيكولار مشول وتعمل ايه بضغط العين ترفعها. دي حاجه لما يعني اللي انا بقوله نظريه، يعني حتى لو مش عاجبك مش مشكله احسن. يعني الحاجه الثانيه ليه بيحصل كاتاراك؟ برضه بيقولوا ان هذا الاسترتش الشد على العين بيشد على الفيزل، فبلط بلاي رايح للسيلري بودي مش كفايه، فالكواليتي بتاعت الاكواس المتكون مش كفايه، وبالتالي الاكواس ده اللي بيغذي العدسه، تغذيه العدسه اكيد مش ايه مش كويسه، فتبدا تخش في كاتاراك. طب تمام، يبقى العيان بيجي له ميه بيضاء وميه زرقاء. يا حاج دكتور، حاج دكتور ايه؟ امي بعد ما كنت شفت تعقد العيان بيخش في كاتاراك، بيخش في جلوكوما، ميه بيضاء وميه زرقاء، بيخش في حول، عيان ممكن يحول. انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت وهقوله تاني محمودي، انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت وهقوله تاني. الحول يا صديقي، الحول يا صديقي، يا غبره حول كاذب. اقول انت عندك حول وانت اصلا انا بتهيألي، يا اما تروح ايه والترو ده ليه تحت كامل طول ما انت مركز عينيك ثابته تسرح تحولها ومالك استظهار تحول على طول. وبيقولوا على الليتا انتفوريا، وبيقولوا على مالك استتروبيا. مين الاسكويد يقدر يعمل كل دول؟ فالاسكويد بيعمل ابرم يا ادهم صح؟ بليز بقى على انت متعجب، هنفهم ليه بيعمل ابرم في اول صفحه في الخط الجاي اللي اسمه الاسكويد، فخوك منها دلوقتي. لكن بيعمل حقيقي، حقيقي سواء كامل سواء ضار، حقيقي سواء كامل سواء ايه ضار. ليه؟ عشان خاطر ديسوشيشن ما بين الاكوموديشن والبونفيل. ركز عشان انت ما عرفتش الكلام، هو حاضر وبيكلمك وبيبقى مركز. يعرفها عنك، يعرفها عنه دي. ما انت ما يكلمه هو مش عارف مصلحته يا جارده ما تردش عليه، انت اكبر منه خلف. وديع باشا ماشي صاحبي، بس ركز يا غياب. الراجل ده لو عنده قصر نظر يعني بيشوف القريب وما بيشوفش البعيد وما لبسش نظارته وجه يقرا، عينه محتاجه تزود قوتها، يعني محتاج نعمل حاجه اسمها اكوموديشن ولا مش محتاجين؟ مش محتاجين، يعني هو بيقرا من غير اكوموديشن صح كده؟ طيب كان في قاعده بتقول ان في الجسم او في الطبيعي الاكوموديشن والكونفرجن متوافقين، اثنين اصحاب لا يفترقوا، اثنين اصحاب كده ماشيين مع بعض، انا بيخ ما انتخين مع بعض. طب دلوقتي هذا المرض جيت تقرا ما حصلش اكوموديشن، لكن مين اللي حصل غصب عنك؟ فيرجن. يبقى الاثنين اصحاب دلوقتي الاكوموديشن ما حصلش، لكن مين حصل؟ ففي رغبه ان الكونفرجن يقل ولا يزيد؟ يقل عشان يبقى زي صاحبه. كونفرجن يقل يعني العين تروح فين؟ تروح بره. يا ريتها هتقل فتبعدني. كل فعل عنده فعل، في عضلات مشدوده كده غصب عنها، في عضلات ثانيه محتاجه تشد، فبتشد بتشد بتفتري بعد كده. العين كده. في الاول بتبقى ليتا، يعني وهو مركز مفيش مشكله، يسرح عينه تروح بره. لكن بعد كده ممكن تقلب من ليتا الى ايه؟ الى مس. هذا الكلام نتيجه الديسوشيشن بتوين اكوموديشن اند كونفرجن. في الاول بتبقى ليتا انت طيب فيرجن سكويت اللي اسمها اكزوفوريا اكزو اكسترنال، بعد كده مانيفست دايفيرجن اللي اسمها اكزوتروبيا. مش احنا قلنا رمزنا لليتا فوريا ورمزنا للمانيفست بتروبيا؟ كتاب الاسم والمذكره كاتبه جنب المانيفست يا دكتوره ندى كونكومتنت دايفيرجن. اكتب فوق كونكومتنت مانيفست لحد ما نبقى ناخدها بالتفصيل. اكتب فوق كونكومتنت مانيفست، اكتب فوق كونكومتنت مانيفست. ده انا بالعين اوضر ايه؟ العين اوضر كاتاراكت والجلوكوما والسكويد. ماشي؟ صعب الكلام ده؟ صعب الكلام ده يا دكتوره؟ وعرضه لتغيرات داخل قاع العين. وعرضه لتغيرات داخل قاع العين. عرضة لتغيرات داخل قاع العين. يعني ايه قاع العين دي؟ كلمة قاع العين دي يعني ايه؟ قاع العين
ابدي لبابها طالعين. او فاجأ بايه اول حاجة؟ الفكرة وراه ريتنا. وريتنا فيها ده لسه بنقول لكم الصبح ده ربنا بيحبهم والدنيا هادية وجميلة وكويسة محدش يتكلم خالص بعد الميكو. دلوقتي العيان ده بتاعه هاي مايوبيا يا اخ الكريم عرضة لتشينجز ان ذا فانكس. انا بقول لك ان قاع العين ده عبارة عن فيتريس وريتنا والريتنا فيها سنتر اسمه الايه؟ الماكيولا. والريتنا فيها حاجة اسمها الديسك. ايه رأيك ان كل دول هيحصل لهم تغيرات؟ ايه رأيك احمد يعصم ان كل دول هيحصل لهم تغيرات؟ الفيتريس الفيتريس ده كتلة متماسكة لزجة لما يحصل الانجيشن للعين بالشكل السخيف ده احمد عبد اللطيف هيدانه الفيتريس متماسك ولا الشبكة تفك من بعضها؟ تفك من بعضها فيحصل فيتريس ليكويفاكشن. فيتريس ليكويفاكشن يعني يسيب من بعضه يبقى المية فيه كتير. والفيتريس ليكويفاكشن وفكت الشبكة بتاعة الفيتريس دي يخليه يشوف قصاده الخطوط بتاعة الفيتريس. الفيتريس ده كان شبكة عبارة عن خطوط من الكولاجين بقى يشوف الخطوط دي يشتكي من ايه؟ ماسكا فوليتانتس الذبابة الطائرة او بيسموها فيتريس كنوترز. ادي واحد. من كتر الشد على الريتنا ممكن يحصل ريتنا البريك. كاتب الكتاب وكاتب المذكرة ريتنال ريفاكشن. كاتب انا بالعربي تترقى تبقى رقيقة خالص ريفاكشن ريفاكشن. وده اللي انا كنت بقوله من ساعة الصبح. مش كنت بقوله الصبح ستريتش ريفاكشن. فلما تبقى ريفايد في فرصة ان يحصلها بريك ريتنال بريك. لو حطيت يا احمد يا عبد اللطيف اللي كوفايد فيترس على ريتنال بريك النتيجة حدوث ريتنال ديتاتش من النوع الريجماتوجن. هلوموا يا رجال الريجماتوجن اصلتنا الديتاتشمنت يستدعي شرطين ليكويفايد فيترس ووجود ريتنال بريك. والشرطين هنا مين اكتر عيانين كان بيجي لهم ريجماتوجن اصلتنا الديتاتشمنت؟ الهاي مايوبيا واحد منهم احنا بنتكلم عنه. تبقى الفيترس ليكويفاكشن الريتنال ريفاكشن وريتنال بريك وريتنال ديتاتشمنت. الماكيولا سيبيها دلوقتي فيها ثلاث حاجات. الماكلة دي ليها مركز الايه؟ الابصار. سيبيها فيها ثلاث حاجات. طب والديسك ايه رايك ان بيحصل اوبتيك اتروفي دمور في العصب البصري؟ بالله عليك يا احمد يا مرسي لما تكون الريتنا فيها كوريو ريتنال ديجنريشن واتروفي كده والريتنا بدات تموت اكيد مين هيموت وراها على طول يعني كرد فعل طبيعي يعني الديسك. الديسك هو ايه شفيع؟ الديسك ده عباره عن ايه؟ عباره عن نيرفز. النيرفز اللي في الريتنا طالع عند الريتنا عامله الاوبتيك نيرف ده. خدت بالك ازاي؟ فبما ان الريتنا ماتت مش من كتر الشد في كوري ريتنا ديجنريشن مش عارف ان انا بقوله صح. ريفرش النور تقليل العيان ده مصطفى عندهم في المذكره واحد الريتنا باظت خالص وانت شايف السكليرا مورا منها يبقى الديسك مع الوقت هيموت. كونسيكواتيف اوبتيك اتروفي. كونسيكواتيف ده هو النوع اللي بيبقى قبل منه ريتنا ايه؟ ديزيز. هو في ريتنا ديزيز بسبب الهاي ايه؟ بسبب الهاي مايوبيا يا اخ مصطفى. طب تمام. بحب برضه يرخم على الناس الشاطره يقول لك كام نوع من الاوبتيك اتروفي ممكن يحصل له عيان الهاي مايوبيا؟ نوعين. كونسيكواتيف ده اللي تحت ايدك وجلوكومتوس. جلوكومتوس ليه؟ اصل ممكن يجي له جلوكوما والجلوكوما تعمل اوبتيك ايه؟ اتروفي. طب احنا بنقول ان الماكلة مركز الابصار فيها ثلاث تغيرات مهمين جدا الثلاثه دول. اولهم حاجه اسمها فوكسس بوك. ده احنا العيانه امبارح حتى عندها بتاع الزباله اللي اسمها فوكسس بوك على البال يعني. الفوكسس بوك ده الدكتوره في السرير الست دي والله البنت شباب صحيح ميوب مايوبيا جدا جت تشتكي شكوى غريبه جدا بتقول لك انها مش شايفه في نقطه سودا في النص قدامها نقطه سودا يعني هي شايفانها كده بس في نقطه سودا. فوكسس بوت دي وصفه كذلك حته بني في مركز الابصار بلاك اريا ده وصفها كلينيكال بلاك اريا ان ذا سنتر اوف ذا ماكيولا بلاك اريا في الفوفيا ذا ماكيولا. طبعا دي تؤدي الى دايمينيوشن اوف سنترال فيجن يعني السنترال فيجن قليل بقول لك ايه تؤدي كده بالانجليزي لسنترال سكوتوما سنترال ايه سنترال سكوتوما ابيض واسمها فوكسس بوت شافها كتير جدا. طب ايه سببها؟ ركزي معايا عشان تفهم سببها. في ممبرين خير اللهم اجعله خير اسمه بروخس ممبرين. هذا الممبرين بيفصل الكرويد عن مين؟ عن الريتنا.
مع حدوث الهاي مايوبيا والستريتش الفظيع ده البروكس يجرى له ايه؟ ينقطع. فالكرويد مليان فيزز، الفيزز تخش الريتنا، وده مكانها الطبيعي ولا غير الطبيعي؟ تفرقع جوه الريتنا فتعمل نزيف. ما تنساش النزيف ده بلاص فيه حديد، والحديد بيدي هيمو سدرين، هيمو سدرين ده لونه بني صح؟ ده مش كده وبس، ده الريتنا فيها ريتنا البيجمنت بيسيليا يحصل له سكندري ديجنريشن ويفضي البيجمنت اللي جواه، فتبقى المنطقه ديت سودا رسمي نظمي عظمي فهمي لازم تطلع سودا. والعين يشوف المنطقه دي ولا ما يشوفش؟ ما بيشوفش. خلي بالك، خلي بالك معايا لحظه، امسكي قلم الترسيم اللي انا رسمته عشان الكلام اللي مكتوب صعب جدا، وعين دول الكلام اللي مكتوب، يعني من غير الرسمه دي هتلاقي الكلام ده وهمي، حاجات خياليه. ضحي فقبل وشمله راجل مركز اي مدى. ابعت كل الجوب دلوقتي تحية وقال لهم ايوان وصلوا لبتاع لهم الساعة 12 يوم الحد والثلاثة الدنيا بيس ازاي دلوقتي؟ امبارح كانت مهزلة. انا مروح بعلم من نفسي معرفتش اشرح كويس، مش عارف نقدم كويس، في حد اغمى عليه امبارح حاجات كده يعني. عشان ايه يا عم حد؟ في ام معدية تانية حاجة تقفل لو الله حد ما عادش 12 الحد ولا 12 الثلاثة الطلبة سايبة المعدية التانيين فاضيين، ده احنا كده تحت على فكرة، ده امبارح الصبح والله كان في 30 طالب بحلف بالله يعني امبارح الظهر يا الله بارك كان في حوالي 35 طالب. بص بقى كده كده كده، بص النبي بص كده 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 ركزي كده اسمعي كده كده ايه ومذكرة ريكارنت هيموريج نزيف متكرر قشطة. كروم سب ريتينال، سب ريتينال يعني جاي منين؟ تحت الريتن، تحت الريتن سب ريتينال كرويدال، سب ريتينال كرويدال نيو فاسكولار، ما هي الفيزل دخلت مكان جديد نيو فاسكولار ممبرين ريكارنت هيموريج كروم سب ريتينال نيو فاسكولار كرويدال ممبرين ثرو بريك ان ثرو بريك ان ثرو بريك ان خلال قطع دي برخص ممبرين وكأن فخص قطع في برخص وكأن فخص قطع في برخص أو الله العظيم وكأن فخص قطع في برخص. بس يا عم تشتكي من سندرال الكتومة وتعمل لها ايه دي؟ كان لازم حد من اللي قاعدين يطلع يقول لي اشمعنى الحته دي ازاي؟ انت فكرت اشمعنى بقى الحته دي ازاي؟ اولا الحته دي فيري ثين لانها 3 لاير بس، الحته دي ضعيفه 3 لاير بس، ثانيا هايلي فاسكولار كرويد كمان هنا مليان دم لان الفوبيا هنا معتمده في التغذيه بس على مين؟ مليان دم الكرويد عشان يغذيه، فالحته دي ضعيفه بتقطع بسهوله. قشط عليكم. الماكولا ممكن الدكتور عمرو الشمراوي يقول لك ايه بقى؟ الدكتور عمرو الشمراوي يحكي لها الحته دي يقول لك تعرف تقول لي الفرق بين فخ مظبوط وترن مظبوط؟ ترن مظبوط دي اول بلع خالص في السبرينج ده خالص. او تقول لي الفرق بين فخ مظبوط والبيتوس مظبوط برضه في اول المنهج خالص ان شاء الله اخر السنه تجمعات وحاجات هبله جدا وهتلاقيها فين؟ سبوتس اللي بيسموه كام سبوتايه لقيتيها في الرقم كتير بقى كتير. نعم؟ ده ليه سؤال صعب بس انتوا ممكن تقولوه. هي هو ده اللي انا قصدي عليه بس انت بتقولي كلام طبعا. المهم يعني يلا ما فيش اي سؤال انا مستني لو انت بتسالنا بص في حاجه اسمها البيبي دي انا ما شرحتهاش خالص ومنفضلها يعني ومش مهمه بس انا عايز اقولها لو عايز اقولها اقولها لك يعني انا اقولها لك بدرجه مختصره ده اول مره تسالني. بص يعني بيبي دي ده معناه بوستيريور فيتريوس اتاتشمنت. اسمعني بقى لما يحصل شد على العين بالشكل الكبير ده خلاص البوستيريور فيتراس ده هينفصل عن الريتنا. البوستيريور فيتراس هينفصل عن الريتنا قشطه ما ينفصل 99.9% الانفصال ده عند اخر ان شاء الله. بس المشكله ان هو بينفصل يشد مين معاه؟ اذا ربما يشد مين معاه الريتنا يعني نادرا مش كومن انه يعمل ريتنا ديتكشن ده اسمه بوستيريور فيتراس ديتكشن. ففكك يعني
الماكلة يا أحمد، ماكلة يا أحمد الفلان، مين ده فلان؟ أنت؟ ماكلة يا أحمد يا راجل يا حبيبي جزء من الرجل، ماكلة يا أحمد يا حسن يا حبيبي جزء من الرجل. وإذا قلت لك إن الرجل بيحصل فيها قبل ما أنت تيجي بريك، فمن ضمن إن الماكلة ممكن يحصل فيها برضو إيه؟ بريك، ويحصل ماكلر ديتاكشمنت، ممكن يحصل ماكلر هيموريج عادي يعني. طب ايه رايك ان في كارثه ثانيه بتحصل في المجله اسمها في اللوبه؟ الله، حد امتحن في الراوند امبارح؟ حد عارف يعني ايه في اللوبه؟ تعريف يفتح النفس. ايوه بلج، بلج. بقول للعيال الكلام ده امبارح، قلت لهم ايه التعريف؟ قالوا احنا ما كناش مذاكرين لسه في اللوبه. بلج الاوتر كور للجزء الخارجي، مش العين ثلاثه كور، بلج الاوتر كور جوه منه مشارك مين؟ لا مش ايرن، اليوبيا عامه. جميل. من كتر الشد على العين في دايما يوبيا السكيلر تبقى فيري سين ضعيفه، تحت ضغط العين النورمال يحصل الجزء الخلفي بلج، بلج السكيلر يا دكتوره هذا بلج جوه منه، بلج جوه منه كروي، وجوه منه برضه ريتن عادي يعني. ده اسمه بوستيريو ستابلوم، كاتب كده الراجل باكورد بلجنج اوف بوستيريو بول. ايه مستير بول الهبل ده؟ هي مش العين كوره؟ فلاها قدام ولها ورا انتيرو بوستيريور، فلاها قطب امامي وقطب خلفي. طب تمام، هو المستير بول ده قطب خلفي، ده اللي هو السنتر اوف ذا ريتنا. مش انتوا عارفين ان الريتنا فيها سنتر؟ السنتر في القطب ده كانه قصدي يقول لك مكان المستير بول ده يا دكتور اللي جنب الشام. المستير بول ده قصدي يقول لك على الماكلة يعني، يعني كان في باك وورد انيشن للماكلة. بس الكلام ده بيحصل غالبا تمبورال للديسك، تمبرا للديسك يعني برضه فين؟ في الماكل. طب ليه تشاف العين المجرده؟ بنكتب اي تشاف العين المجرده؟ لا، مضطر تجيبي الترا سونوجرافي عشان تشوفيه، او اوبسالموسكوب اندايركت اوبسالموسكوب منظار فحص قاع العين. ولو فحصت منظار فحص قاع العين هتكتشف الان، انت بتبصي في قاع العين اهو خلاص بتتحط الدواء، انت بتتحط اهو قررت تتحط اهو خلاص، هتلاقي انت شخصيا باك وورد بلج، في باك وورد بلج. وتلاقي لو عيادة دموية وطالعة عاملة كينك، لو عيادة دموية وطالعة عاملة كينك او بندنج، كينك او بندنج يا عبد الحاج يعني ايه؟ تانية متنية عند الايدج اوف ستابلوم، لازم تنتبه لان هي جاية من حفرة غويطة. لو حد مذاكر الكلام ده شبه الجلوكوما، كان الكف في الجلوكوما بيبقى غويط والبذر كانت عشان تطلع لازم تتشعلق، فاكر اللعبه دي؟ او ده اللي حصل هنا، البيزل جاي من حفره لازم تشعلق، بيحصل لها بيندنج او كينجنج عند الايدج اوف ستابلوم. صعب الكلام ده؟ يبقى نقول تاني يا دكتور هدير يلا تاني. بيحصل لعيان الهاي مايوبيا كام مشكله يا معلم؟ كاتركت وجلوكوما. قالوا نوع من جلوكوما اوبن اند. بيحصل لهذا العيان برضه سكوين حقيقي ليتر لو مانيفست للخارج دايفرجن، نتيجه اختلال العلاقه بين اكوموديشن وكونفرجن. بيحصل عندها فيتروس ليكوفاكشن، ريتينال بريك، ريتينال اتاتشمنت. الماكله ثلاث حاجات، فخس سبوت اللي هي نزيف داخل الماكله نتيجه قطع في البروخ، ماكلر هول وماكلر اتاتشمنت، غرم في الماكله وانفصال في الماكله، واخيرا بوستيريو ستابلوما، وثم في الاخر حاجه اسمها ايه؟ اوبتيك اتروفي من النوع الكونسيكوتيف. طيب تمام، عايزين نعالج العينين دول، يلا عشان اوريك عمليه الليزر. هنعالج العينين دول ازاي؟ قالك والله علاج العينين دول اوبتيكال او سيرجيكال. اوبتيكال او سيرجيكال يعني ايه؟ اوبتيكال او سيرجيكال، اوبتيكال دي يعني جلاسز او كونتاكت لينز، ثم حاجه اسمها سيرجري، حاجه اسمها ريفراكتيف سيرجري، عمليات تصحيح الابصار. ايه جلاسز؟ يلا يا رجاله تعالوني القصه بقى، خلاص انا خلصت، انتوا اللي عليكم الباقي. تحب تلبسيه عدسه في النضاره ماينس كونكيف ولا بلس كونفكس؟ ماينس، هو عينه اقوى من اللازم وبتجمع الاشعه بدري، انا هضعف عينه شويه عشان ارجعها للنورمال، فدي له عدسات من اللي بتضعف بتشتت بترجع الاشعه ورا، اسمها ايه العدسات دي؟ كونكيف او ماينس. جميل، يبقى انا هديله جلاس فيها كونكيف او ماينس. لو طفل صغير يا معاذ جاي تشايل بديله فول كوريكشن، يعني طلع مثلا مقاسه مثلا 10 المفروض يلبس على النضاره اديله 10 كاملين. الاطفال مخهم بيتعود على النضاره بسرعه، وانا عايز كل ذره كل ذره نقص اصلحها عشان يحصل جود منتال ديفلوبمنت. مش تعرف ان المخ بيتعرف على العين في الاطفال الصغيرين لسه؟
لكن لو جالي شحط كبير أضل وعنده درجة عالية هاي مايوبيا أعمل له أندر كوريكشن. يعني لو هو يحقد يحصان مثلا المفروض يلبس ماينس 20 تدي له أنت أخف شوية ماينس 18 لأنه مش هيتعود على النظارة بسرعة. كارثة دي كارثة الفرق دكتور من دكتور. أنا عن نفسي بمشي بالمبدأ ده، جهاز الكمبيوتر بيطلع رقم، دكاترة كتير زمايلنا يروحوا واخدين الرقم رامينه في الإيه في الكشف النظارة وإلبس بس النظارة يعني تمام. لا أنا أقعد أجرب له العدسات، وأنت ممكن كتير منكم راحوا الدكاترة كده ونشوفه مستريح في إيه. الجهاز مثلا بطلع 20 مثلا يمكن يستريح في 17 16 وما يستريحش في 20. فأنا كده عملت له فول كوريكشن والله أندر. ليه بقى؟ لأن الصور اللي هو متعود عليها هي الصورة متجمعة قدام الريتنا صح؟ على ما بتوصل الصور الريتنا بتفرش الصورة تفرش، هو متعود يشوف الحاجات مفروشة يعني مش واضحة وكبيرة ممطوطة شوية. النظارة تخلي له عنده شارب إيمج، صورة طلقة شارب إيمج. الشارب إيمج دي المخ مش متعود عليها ممكن يجدد، هو تلاقيه داخل المصدع وتعبان جدا ومتعود على الوحش مرة واحدة فجديد شارب إيمج حاجة سمول اند شارب إيمج حاجة بيرفكت مرة واحدة. لا ما تعجبوش البيرفكت مرة واحدة دي خض منه. فاحنا نعمل له أندر كوريكشن عشان خاطر يبدأ يحصل له إيه أدابتيشن مع تعود معاه. كاتب كده لأن البيشنت نوت أكستمد فور شارب سمول إيمج. فلو كان هو محتاج ماينس 20 هديله ماينس إيه 18. ده لو عايز صغير ولا واحد شحط لو شحط أضرب تمام كده؟ تمام. ايه رايك في الكونتاكت لينز؟ لو سالوك يا ادم عن الكونتاكت لينز قول لها ما لها وعليها ما عليها. لا مزايا ولا عيوبها. هو هنا في المنطقه دي كاتب المزايا في اخر الفصل ده هيسرد لك عيوب بلاوي سود تسيح. لكن هو هنا بيقول لك انها بتديك بيجر فيلد مجال الابصار اوسع. اللي لابس نظاره زي عارف النظاره لها اصطدام، لا في اصطدامات كده في النظاره بروزات كده في النظاره قطع مجال الابصار بريفيل. يعني المفترض ان انت المفترض ان انا لامح الواد الشبراوي ده اول ما بينزل بريفيل كده قطع خلاص عند احمد عواد والله صحيح. انما العدسه اللاصقه لازقه على العين تديك مجال ابصار اوسع. ادي واحد. اثنين في المقاسات العاليه قوي العدسه الكونكيف بتعمل ايه في حجم الصور؟ بتغير حجمها بتصغرها زي مينيوشن. لكن الكونتاكت لينز ما بتصغرش حجم الاشياء قوي. وطبعا كوزمتك طبعا يعني شكلها ايه ما بيبقاش باين ولا انت تشوفها تقول النظارة ضعيف ولا هي طبعا جمالها الفاتن ايه النظارة بتبقى مضيعة زي ما انت عارف. طب تمام تمام. في عندنا حاجة بعد كده اسمها ريفراكتيف سيرجري عمليات تصحيح الابصار. ريفراكتيف سيرجري عمليات تصحيح الابصار. والكلام اللي انا هقوله شوية الحين دول مهم ليكي عشان خاطر حياتك. يعني كتير جدا بنسال الليزك والليزك بيتعمل ازاي؟ وعين السيل اسخف سؤال في الكون يا ايمن يا لهوي يقول لك الليزر احسن ولا الليزك؟ يا سلام ما تضحكيش بس والله جاي الدكتور زميلكم مخلص امتياز ويقول لي انا عايز اعمل ليزك. بس بالمناسبه يا دكتور عبد الله الليزك احسن ولا الليزر؟ قلت له والله اداك شهاده ده احمق ده ياخد درس عنه كده. خليكوا بس معايا شويه خليكوا معايا بس شويه خليكوا معايا شويه. رجع عندنا بعمليه نصلح الميوبيا دي. اولا عشان ما تسالوش السؤال اللي سأله هشام امبارح وسؤال ذكي يعني مفيش ولا عمليه بتصلح طول العين ده. يعني ما عندناش عمليه احنا العين ده والطح متفرد صغرنا ما عندناش كده. احنا بس هنحاول نلعب في العين بحيث نظبط الصوره على الرجل لا اكثر ولا اقل. هتلعب في مين؟ هو مين اهم اتنين ريفراكت ميديا في العين؟ يا كورنيا يا هتلعب فيه. اول مره زمان يلعبوا في الكورنيا لعبوا لعبه سخيفه شويه معش ترعبت. كانوا بيسيبوا السنتر ويجوا يعملوا تشريط مشرط يضربوا مشرط في الاطراف كده حاجه اسمها ريديال كيراتوتومي. ريديال ايه؟ كيراتوتومي. طب نشوفها على البروجيكتور الاول مش عمليه هنشوف شكلها وعين نستوعب ايه اللي كانوا بيعملوه لازم المجنونه دول. شوفوا المنظور كده خليهم يتفرجوا. كان بيشرط القرنيه كده شايفة؟ تشريطة 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 تشريط
مرقم خلطة بعد طول كفاح مسلسلات طويلة دي بدأت بقى في السنتين الجديد. طيب يا رب مسلسل المصري اللي بناني المشترك. طيب تمام. بص يا أحمد يا عظام يا حبيبي بص خلينا في دخلتك بقى دلوقتي السنتر السنتر يا دكتورة هيا السنتر يا دكتورة هيا السنتر السنتر يا ماما القرنية لا سنتر لا سنتر لا سنتر ولا بريكري جميل والكيرف كده اهو خلاص انا التشريطات دي اعملها في الاطراف صح صح الغلط فالاطراف بتضعف الاطراف دي جرامها ايه بتضعف فضغط العين الطبيعي يجي على السنتر عادي يجي يزق الاطراف اللي هي ضعيفه يعمل فيها ايه هيرفعها لفوق كده طب ارفعيها كده مش لما ترفع تبقى كده ولا بتهيألي لما ترفع كده يبقى الكيرف القرنيه زي ما هو اللي قال قال لما حاجه كيرفها يقل يبقى قوتها جرامها ايه ضعف ده جمع الصوره قدام الريتنا ولا على الريتنا على الريتنا ايه ايوه اشمئز دي هي اشمئز ده سامع كلام كده بالظبط عشان كده العمليه وقفت عشان كده العمليه ما كانتش بتصلح غير 6 درجات وعشان كده كان العيان يتحسن وعين يرجع يتعب تاني يجيله ميوبيا تاني لان القرنيه بترجع تظبط نفسها تاني وبعدين يصلح الجنب ده يصلح الجنب بس اه يعني ايه يصلح الجنب بس احب الناس اللي جت النهارده قال له يا ريتهم كانوا جم بقى لا الكيرف الكلي ده لا طبيعي ده مش بجد لا لا الانكسار الاشعه بيعتمد على الكيرفتشر الكيرفتشر كله بدل ما هي كده بدل ما هي عامله كده خلاص بقت عامله ازاي بقت عامله كده الكيرف الكلي قل بدل كده بقى ايه الريديا الكيراتوتومي دي الايديا مكتوب ايه بتاعتها بصي مكتوب كده مكتوب كده بصي مكتوب ذا بريتري كورنيا ويل بلج هيبص البريترا هيبص ده مش انا اللي كاتبه ده الكتاب اللي كاتب باي اي او بي ادى الى سنترال فلاتنينج يعني مور ليت هيبقى فيه نوع من الايه من الفلاتنينج الكلام ده كلام مقص عشان كده في عمليه شغاله بورس اسمها ايه ليزي عمليه اسمها ايه طب ماشي عشان نفهم الريديا الكيراتوتومي نفهم الليزر معلش سامحني اديني فرصه دي بقى ايه الليزر ده الليزر ده اللي ماشي دلوقتي بنعمل ايه احنا بنعيد تشكيل القرنيه ونعيد تشكيل القرنيه ده اختصار ليزر ان سايتو كيراتوميليوسيس كيراتوميليوسيس دي يعني نحت القرنيه ليزر بالليزر ان سايتو هي في مكانها تنحت الليزر هي في مكانها ركز خالص لو القرنيه كده ركز الجنب يسالني الدكتور ده مثال لو القرنيه كده وده سمك السنتر لو ربنا قدر لي وجبت ليزر يبخر شويه من طبقات القرنيه اللي في النص واصبح القرنيه عامله كده السنتر اصبح فلات شويه ده كويس ولا مش كويس كده كويس هو ده اللي بيعمله الليزر هو ده اللي بيعمله الليزر وقف ليزر اسمه اكزيمر ليزر اوريكم الفيديو دلوقتي بس خليكم معايا دي القرنيه لها ابيثيليوم وتحت منها ستروما 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 بنجيب مشرط الاول جراحي كده اتفرج عليه دلوقتي يرفع جزء من الابيثيليوم والستروما على جنب كده عشان تنجيش في مين اي بقى عملنا خلاف دي اسمها خلاف هنسيبها ماسكه في حته يعني هتسيب في كل حته وماسكه في حته ده زي الضغط وننزل بالليزر ناكل شويه من الطبقات على حسب درجه انا مدخل جهاز الليزر اسمه اكزيمر ليزر اكزيمر ليزر كان بيبخر صح اكزيمر بيبخر تيشوز مش بيموتها فيدخل يبخر الطبقات دي واروح مرجع الفلات دي تاني ايه ده اللي استفادوا ايه كده استفادوا انهم خلوا السنتر يبقى ايه بطل شويه بقى فلات ولما يبقى فلات انكسار الاشعه هيبقى ايه هيقل فالصوره بتظهر على الرجل ده اللي كان بيعمله الراديال كيراتوتومي بس بطريقه ايه فلح شويه كان يضعف الاطراف انا عشان الاطراف تبلش تبص يحصل لها فيجنيشن كده فلما الاطراف تبص على السنتر يحصل له ايه الفلاتنج يتفرد نفس الفكره بالظبط بس طريقه فتح شويه هوريكم الليزك دلوقتي بس قبل ما نشوف الليزك في كلمتين مكتوب بص ايه يا نبي اكزيمر ليزر ابليشن اوف سنترال كورنيا ابليشن يعني نحت يعني الاكزيمر ليزر بياكل السنترال كورنيا اندر كورنيا الفلات تحت الفلاب اللي رفعناها دي
مما يؤدي الى سنترال ايه فلاتني رابيد ريكفري يشوف بسرعه تاني او تالت يوم كومبليكيشن اقل وجود فيجوال ريزلت ونتائج ممتازه. يلا اتفرج على الفيديو والفيديو ده مهم جدا فيه الصوت اتفرجوا على الفيديو يلا ومهم جدا فيه الصوت فاقعدوا تكبين عشان تسمعوا الصوت اللي هتسمعوه لو فكرتوا تعملوا العمليه. العيان مبدئيا بيبقى صاحي عينيا والله والله ايام دكتور سامي لما كنت لازم نهيئ له الموقف خالص عشان يجي يفهم مستكيفه على طول يعني ايه المهم يا ست بسم الله الرحمن الرحيم يلا فين الصوت دي اول خطوه اللي هي تكوين الفلات ودي الخطوه الوحيده الجراحيه في العمليه دي العين والعيان صاحي ودي ميه الممرضه بتحطها على العين ده المشرط اللي هياخد الفلات ده صوت المشرط وهو صاحي وسامع كل حاجه عادي 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 ما انت لو تقدر تحكي لك نفسك خلاص وحط له مخدر طلع الفلات مخطر جاي الفلات هي وده مش راضي يروح للشريط المهم ده ادي الفلات جايه هي ادي الفلات جايه هي ايوان مين اللي انكشف دلوقتي؟ ستروما هيديها ليزر مش هنرحمها نسمع ليزر في ريحه شياط بتشمها دلوقتي ليه؟ عشان الستروما بتشيط انت اللي مش شامه انا شامه هنا ريحه شياط والله لازم تشم ريحه شياط انا خلصت في العمل ايه لا لا لسه الشيط لسه انا لسه مفيش فيه حاجه بس اهم حاجه تبقى محتفظ بهدوءك وظابط عينك والله عملت عمليه لي من كام اسبوع كده البنت وقعدت تصور تطلعها في مخابيز لا بتصوت احنا شغالين بتصوت قبل العمليه بقى تقول لي افتح النور تقول لي اصل انا شفت الفيديو العمليه دي على النت حوالي 15 فيديو قلت لها طلاب النبي العمليه مش صعبه حاجه انت عايز تركيز يعني عايز انت تظبط عينيك ما انا مش عايز اعملها ليا فيديو خايف انا احرك عيني شمال ولا يمين بجد والله انا خايف من نفسي يا هو العيان هيثبتها بالملي ليه العمليه كعمليه مفيش فيها مشكله الخطوه الوحيده اللي فيها اله ومشرط وكده الخطوه الاوليه طالع اليومين دول وموجود يعني من كام سنه فاتت حاجه اسمها فيمتو سكند بتاع الزويل فيمتو سكند الليزر نفسه هو اللي يقطع الفلات يبقى اصبح مفيش اي تدخل بمشارط ولا باي حاجه حديد يعني بس ايه بقى بدل ما ندفع ثلاثه بتدفع في الفيمتو سكند سته سبعه خدت بالك ازاي؟ يعني بدل ثلاثة العينتين تدفع الضعف لان الجهاز مش متوفر لان عشان تعمل عملية فيمتو سكند تعايز جهاز فيمتو يقطع الفلاب وجهاز اكزمر يلحق القرنية فاهم حاجة؟ عشان كده لازم تدفع اكتر لانهم ده هم بتوع المستشفى دول دافعين اكتر في الجهازين يعني ماشي؟ لو ما عرفناش نلعب على القرنية اولا الليزك يقدر يصلح لحد ماي مصر الكتاب كاتب والله يسامحه ماي مصر 14 وده كلام مش دقيق الدقيق انه لحد ماينس 12 هو اكيد يا جدع ما مش هقعد اكل في الاستروما لحد ما الاقيش حاجه تحتني يعني عندي حدود افترض واحد راكب المرجيحه ومقاسه اكتر من ماينس 14 نلعب على مين؟ لينس نلعب على اللينس اللعب على اللينس نوعين يا تسيبي عدسه ربنا في مكانها وتزرعي عدسه صناعيه يا تشيلي عدسه ربنا وتحطي مكانها عدسه صناعيه حاجه اسمها فيكيك اي او ال حاجه اسمها كلير لينس اكستراكشن هي فيكي يعني ايه فيكيك يعني عنده عدسه ربنا فيكيك اي او ال يعني سايبانه عدسه ربنا وحطاله اي او ال عدسه صناعيه انتراكولار لينس
كلير لينس اكستراكشن شلت عدسه ربنا، شلتها يا شفافه ولا يا معتمه؟ شلتها يا شفاف. مين احلى؟ مين احسن في الاثنين دول؟ فيكك اي ويل، لان هي محتفظه مع عدسه ربنا اللي فيها خاصيه اسمها الايه؟ الاكوموديشن. انا مش هرجع للعبه على اللينس غير لو درجات عاليه. يعني يقول لك الفيكك اي ويل في اكتر من 14 درجه والكلير لينس في اكتر من 20 درجه. في جنرال ميجرز انا ما بحبش اقولها، يعني بحاول اتنساها. والكلام اللي الكتاب كاتبه للاسف كلام مش دقيق. يقول لك العيانين اللي عندهم بروجريس مايوبيا يحاول يبتعدوا عن كلوز وورك ما يقروش كتير، ويبقى النير وورك بتاعهم يبقى ان جود اليومينيشن في اضاءه كويسه، وياخدوا فيتامين الف ودي وكالسيوم. كل الكلام ده هكس. كان زمان يا بيتر يقول لك ما تذاكرش كتير عشان نظرك ايه؟ ما يضعفش. لا يا اخويا ذاكر كتير ولا هيضعف ولا هيتخبى. فالكلام اللي الكتاب كاتبه ده كلام مش علمي، يعني كلام مش دقيق صح. وفيتامين ايه وسي ودي وكالسيوم ولا هيعملوا حاجه. اوعى خد. قال يعني ما ياخد الفيتامينات دي نظره ايه؟ مش هيضعف. لا هيضعف. خد. قول يا باشا. ايوه ده السؤال اللي ما فاجأت الطلبه على مر العصور تساله. الفلان بقى اللي اترفع ده احنا بنرجعه ونسيبه. هو بيلحن لوحده. بيلحن لوحده ازاي؟ الكولاجين بيمسك في بعضه. الاندوثيليوم بامب بتشد الميه من جوه القرنيه. بس على شرط انت خلال الفتره الاولانيه اول يوم او اثنين اكبر تحليل في التاريخ. اوعى تدعك في عينك. تدعك في عينك لكبت المرجان. لان هو لسه ما انتكش. فيا دوبك بتدعك كده هيروح هو ايه؟ متني ومكرمش على بعضه. خش يقطع عمليات ثاني. خد بالك؟ يقول لك اوعى تشوف ما تجيش تحت عينك خالص. لو يكون ايه؟ يقول لك عينك تاكل خليها تاكل. ما فيش اي مشكله. عين يعني. ماشي ماشي. فلا ما تقلقش يعني. انت عارف احمد السقا ايه اللي حصل له؟ احمد السقا مطرب الشاب ده عارف ايه اللي حصل له؟ احمد السقا كان بيمثل فيلم الجزيره وهو عامل ايه؟ زمان لو حد فاكر الواد ده زمان لما طلع كان بيلبس نظاره. زمان خالص مكان رفيع خالص كده. تمام بيمثل فيلم الجزيره وهو عامل ليزك قريب من فتره مثلا بسيطه او كده. فبينفجار بعيد خالص، تدافع الانفجار رفع الفلاب نطر الفلاب او شبه قطعها يعني. كده. عمل كده بس ايه؟ عمل الدكتور الفلاب لسه في عينه. عثر على الفلاب داخل عينه لسه، فازق شويه ميه ونضف ورجع الفلاب تاني. وكل ما يطلع في التلفزيون يقول لك انقذني من العمل. محظوظ انه محظوظ، لو كان جه كنت رشيت له المايك كتير في انقذني ولا انقذني من العالم ولا هباب ولا نيل. وطبعا بقى المواقع الفنيه ايه؟ والله انت حضرت الحكايه دي من كام سنه كده؟ انتوا كنتوا صغيرين؟ كانت في 2001 او 2002 كنتوا فين انت؟ في كيش وان صغيرين قوي يا اخي. صغيرين برضه زيرو دي احمد يعني كنت لسه من اعدادي لسه. طب المهم ثالث سنه ولا ثاني سنه مش عارف يعمل الليزر. شوف بقى السؤال الهادف الشاد يقول لك الجزيره. يفرق جهاز ليزر ايه من ليزر تاني؟ يعني جهاز ليزك من جهاز ليزك يفرق ايه؟ كل ما جهاز الليزك يقدر يعمل سيرفس سموث ويطلع سيرفس واخد الشكل السموث شبه اللي ربنا خلقه، كل ما الجهاز يبقى اغلى. وده اللي مصطفى بيسال فيه. احنا غالبا بنضرب في السنتر على اساس ان احنا بنشوف بايه؟ بالنص. بس خد بالك ان انت بالليل البيوبل بيوسع وبتشوف شويه بالاطراف. فكل ما الجهاز يبقى عنده قدره ان هو يفرش الليزر كمان على الاطراف كل ما يكون الجهاز ده بيفرش. فعشان كده انا بجيب جهاز النهارده يا ايمن ويقول لك احدث جهاز من القديم. سنه ولا اثنين الجهاز ده يتكهن ويجي غيره. غيره ده ليه؟ عشان في تكنولوجيا افضل شويه تطلع الامور امور سموث اكتر وهكذا. واخد بالك ازاي؟ بحيث الكواليتي تطلع بره. انا عندي درس. في الفيكك انترا اوكلر لينس يا تحطيها في الانتيري تشامبر يا في البوستيريور تشامبر. البوستيريور تشامبر دي طالعه صايحه دلوقتي بس غاليه جدا جدا صعبه التكنيك جدا صعبه موت. انت عايزه تحطيها في عصر كنت تبقى عامله كده. بصي عامله كده عامله قبه كده بحيث ما تلمسش عدسه العين غير في الاطراف خالص. واخده بالك؟ ما انت لو لمست عدسه العين هيحصل كده فتلمسها في الاطراف. اوكي
بالضبط بتخلينا حوار منخيطه في ايرس. لا حاجه اسمها ايرس كلاو مخالب تمسكها بالايرس برضه لا مشاكل. ماشي انا مش هنعمل العمليه مع بعض ان شاء الله. طيب تمام. في درس اسمه هايبر ميتروبيا هينقلب دلوقتي. اكتب على هايبر ميتروبيا عين اضعف من اللازم. اكتب على هايبر ميتروبيا عين اضعف من اللازم. ركز خالص ركز بقى وهتلاقي الكلام مش بسرعه الصاروخه. ليه بسرعه الصاروخه؟ لان يا دكتوره الايه ده الصوره العكسيه للمايوبيا. ده الصوره العكسيه للمايوبيا. يبقى اذا بلر الري انترنج الاي كام تو افوكس فين؟ يلا بيهايند الاي فور. ولو حبينا نفكر في البنكتر ريموتن بتاعها ابعد نقطه نتخيل ان احنا طلعنا اشعه من العين والاشعه اللي طالعه من العين تسيب العين بارل ولا كونفيرجنت ولا دايفيرجنت. العين قويه ولا ضعيفه؟ تسيب العين دايفيرجنت عشان تتجمع في نقطه بس نقطه فيرشوال تقديريه فين؟ بيهايند الاي. ركز كده يا بيتر. اذا الفار بوينت او البنكتم ريموتم از ايماجين انفينيتي از ايماجينري بوينت تقديري. النقطه دي في قفاه اشوفها مش هشوفها ورا عينه مش هشوفها. فاذا كان الاكوموديشن كومبليتلي ريلاكسد يا محسن فهو لا يرى البعيد ولا يرى القريب كذلك. عند الحقيقه ولا اشوف قريب ولا اشوف ايه بعيد بدون مساعده مين؟ الاكوموديشن. صعب اللي انا قلته ده. سبب الكلام ده ايه؟ الله يا عبد الله. اكزيال ريفراكتيف وديسبليسمنت لللينز والريفراكتيف كيرفيتشر واندكس. يا سلام يا سلام شبه مين بالظبط؟ بس بقى الثانيه كل هنا حاجه معكوشه. اكزيال طول العين اطول من اللازم ولا اصغر من اللازم؟ اصغر. ديكريز الاندرو بوستيريور دايمتر. والكلام ده بيحصل في كل الاطفال قبل سن 7 سنين. عند سن 7 سنين المفروض طول العين يوصل للطول المناسب. اميتروبيا يبقى نورمال. لو ما وصلش للطول المناسب اصبح هايبرميتروبيا. لكن قبل 7 سنين كل العيال ايه؟ هايبرميتروبيا. اخدت انا ابني من كام يوم الاب لما كنت ما بيركزش في السبوره وبتاع بتهز الاب. كان بيتحرك. الدكتور رمى الرمل العين بتهرب. طبعا قلنا ناخد العياده نعمل له ايه؟ كشف نظر. خدت العياده لقيته هايبر ميتروبيا درجه وسنه 6 سنين. اعمل له نظاره؟ ما اعملوش. لان الدرجه دي بالنسبه له هي الايه؟ هي النورمال. عينه قادره تتغلب عليه. هقول لك ازاي عينه قادره تتغلب عليه كمان شويه. لكن ده هي كلها درجه ده النورمال يا احمد يا مان. نعم يا فندم؟ قول ابن دكتور رمى يعني. هيلبس نظاره بس نظاره قصر نظر. في الاعدادي مش دلوقتي خالص. عشان ابوه عنده كتر مرضى لو دكتور رمى اكتر. تمام جدا تمام. فده الاكزيال. طب ريفراكتيف كيرفيتشر يا ترى تحدب القرنيه يبقى ازاي عشان الصوره تبقى ورا؟ في ناس تبقى فلات زي مرض اسمه كورنيا بلانا. كورنيا بلانا حاجه وراثيه ما درسناهاش ولا هندرسها. فلات كورني او بلان كورني. طب وايه اندكس مايوبيا دي؟ الريفراكتيف اندكس بتاع اللينس بيقل. طب هو الريفراكتيف اندكس بتاع اللينس معتمد على الريفراكتيف اندكس بتاع مين ومين؟ النيوكليوس والكورتكس ومعتمد على الفرق بينهم. فلو الكورتكس زاد الريفراكتيف اندكس بتاع اللينس ككل بيجرى له ايه؟ بيقل. زي حالات الكورتيكال كاتاراكت وزي حالات الدايابيتس اندر تريت. ركز خالص بقى دلوقتي. لو واحد عنده جلوكوز كتير في دمه هيروح الجلوكوز داخل الكورتكس ساحب معاه وشفط معاه مين؟ ميه. جميل جدا وقشطه الهبل. لما يبدا ياخد العلاج الجلوكوز هيحصل له ايه؟ هيطلع تاني صح ولا الضيقه دي؟ يطلع تاني بره ويشفط معاه ميه. فيبقى الكورتكس انشف ولا اطرف في الحاله ديت؟ انشف. يبقى لما العيان بتاع الدايابيتس يبقى اندر تريتمنت. اندر تريتمنت يبقى ياخد العلاج والعلاج زاد منه شويه فيبدا الجلوكوز اوت سايد اللينس انتو الاكواس يزود الاوزموتيك بريشر بتاع الاكواس يبدا يعمل ويزدروينج ووتر فروم ذا كورتكس يخلي الكورتكس مور هارد شويه فده يعمل زياده في الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس والككل ككل الريفراكتيف اندكس بتاع اللينس يجرى له ايه؟ يقل. لا ما هو التريتمنت ده لو زاد اتكلم على لو زاد هيسحب من الجلوكوز اللي جوه العكس الطبيعي ويسحب ميه من جوه العكس الطبيعي. طب كويس قوي. طب نظريا العدسه وهي في مكانها الصوره فين؟
طب نظريه لو العدسه راحت ورا تبص له، طب نظريه لو العدسه مش في العين قافل كده مش محتاج الغذاء تبقى فين برضه؟ اكيد ورا العدسه وهي في مكانها بسرعه الريتم بوستيريور ديسبليسمنت ورا الريتم شلتها خالص ورا الريتم خالص صح كده؟ نفس الاسباب بتاعت الميوب عند 10 دقايق مهمين جدا في تاريخ البشريه حاجه اسمها كومبوننت فايبر ميدروكلا اعتبريهم اخر 10 دقايق في الحصه وركزي خالص. ليه بالعربي فوق الكومبوننت دي هذه الجمله عندك صفحه في المذكره والصفحه فاضيه من تحت اكتب انت عليها من فوق لقد اتى الله لقد اتى الله شوف يا ولا لا لا والله لقد اتى الله هذا المريض من الميكانيزم اكتبي لقد اتى الله هذا المريض من الميكانيزم ما يستطيع بها التغلب على الهايبر ميتروبيا اللهم صل على دي النفعه الايمانيه يعني اكتبي بس والله ما بهزرش وبعد ما تكتبي خليكي معايا شويه لقد اتى الله هذا المريض من الميكانيزم ما يستطيع بها التغلب على الهايبر ميتروبيا بعد ما خلصتي الجمله الحكمه الجميله دي هترسمي ثلاث عيون ولا من ينزل عنه بطلين بتوع امبارح بيقول لك هي العين دي فين ورا وفين الكتاب بتاعها هيكون فين يعني هيكون فين اكيد ده قدام واكيد ده ورا يعني يا طارق اكيد يعني ورا بعد ما ترسمي الثلاث عيون ترسمي نقطه بعيد خالص وارسمي نقطه اقرب شويه وارسمي نقطه اقرب كمان دي ده الصفحه المنفصله من تحت بقى يا ولا انا سيب لكم صفحه فاضيه ما انا سيب لكم حته فاضيه ولا عشان عارف ان احنا بهزر معاك الصفحه 170 بتاعتي معلش على فكره كده احسن قول لي ليه بقى عشان تقدر تفكر سيبك بقى من كل حاجه كتبت لقد اتى الله دي كتابة خالص دلوقتي يا جماعه الصوره ورا الريتنا يا شاهد والعام ما بيشوفش ولا بعيد ولا ايه ولا قريب يعمل ايه العيان عندنا حاجه اسمها سيليري مصر عندنا حاجه اسمها سيليري مصر سيليري مصر والسيليري مصر ده ماسك فيها العدسه صح السيليري مصر دي لها تون وانا البايسبس بتاعك دلوقتي شغاله ايه فيها تون ولا فيهاش ترايسبس شغاله ايه فيها تون ولا فيهاش فيه يعني التون ده قوه موجوده في العضله فالعضله فيها قوه كده كده مخليها تكونتراكت لجوه شويه لما بتكونتراكت لجوه قوه عدسه العين يجرى لها عدسه العين يجرى لها ايه تزيد لما تزيد يبقى الصوره اللي جت ورا خالص هتقرب ولا لا يعني كده كده احنا عندنا شويه شويه كونتراكشن في السيليري مصر اسمهم التون عارف يقدر يصلحها قد ايه درجه صلحها قد ايه درجه يعني انا لما لقيت ابني درجه قلق ولا عنده طول هيصلحه؟ عنده طول هيصلحه. قشطه. هو ده اخر سيليري مصر ولا تقدر تجيب اخرها تاني؟ تقدر تجيب اخرها ازاي؟ العضله دي في حركه اسمها الاكوموديشن ممكن تكون تراكت جامد جدا 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 وتخلي لك عدسه عينك كونفكس قوي وتزود لك قوه عدسه عينك في حركه اسمها الايه؟ الاكوموديشن. يعني التون ده العادي بتاعها ممكن تشغل الاكوموديشن وتجيب لك النقطه اللي ورا تقربها لك خالص. صعب الكلام ده؟ اكيد ليه صعب. التوتال هايبر ميتروبيا الخطا الكلي يساوي ليتنت ده المتصلح بالتون ومانيفست ده اكيد اللي مش متصلح بال بالتون والمانيفست دي يا فاكولتيتيف اللي متصلحه بالاكوموديشن يا ابسوليوت ابسوليوت بالله عليك هات القلم واكتب جنب ابسوليوت بالله عليك اكتب الخطا المتبقي بعد ما العين جابت اخرها الخطا المتبقي بالعربي خطا المتبقي بعد ما العين جابت اخرها دلوقتي كان بقول لك بعد ما العين جابت اخرها
بس السنين اللي فاتت من دفعه شاطره ومؤدبه بعد ما نعيم جابت اخيرا جابت جاهز يعني اعرف جابت تون وجابت اكوموديشن وفي الاخر تضل له حاجه. عندك المخطط ده في الكتاب وفي المذكره صح؟ رايح جاي مثلا ضربه له امثله عشان تفهميه، ما هو غبي. زائد 10 يعني بيلبس نظاره زائد 10 زائد 1 اتطلع منهم 1 بالتون زائد 9 المانيفست زائد 9 زائد 3 اكوموديشن يفضل له زائد 6 ابسوليوت كراميل. يبقى من اول تاني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ليتنت هايبر متروبيا؟ بارت اوف هايبر متروبيا كوركتد باي تون. يعني ايه مانيفست هايبر متروبيا؟ بارت اوف هايبر متروبيا نوت كوركتد بالتون. وشوف الخيال العلمي سبحان الله. المانيفست يساوي التوتال ناقص الليتنت. ايوه فاكولتيتيف بارت اوف هايبر متروبيا كوركتد باي اكوموديشن ابسوليوت بارت اوف هايبر متروبيا نوت كوركتد باي اكوموديشن. والابسوليوت يساوي المانيفست ناقص الفاكولتيتيف. فاضل ثلاث جمل صعبين حابب استنتجهم معكم. نرجع من الاول خالص. لو حابه يا دكتوره نسرين تقيس الخطا الكلي، ركز خالص يا كابتن مصر. لو حابه تقيس التوتال تقيسيه والسيليا اللي مصر شغاله ولا بارالايز؟ عايز اقيس الخطا الكلي اقيسه والسيليا اللي مصر شغاله ولا بارالايز؟ بارالايز. احط لها عشان تبقى بارالايز اطلوبين. عشان كده كاتب على التوتال ده الباور اوف كونفكس لينس. احنا هنحط له كونفكس ولا هنحط له ايه؟ اللي تخلي العين نشوف 6 6 بس والسيل اللي مصر بارالايز تبقى الاطروبين. ايش؟ تحب تقيس المانيفست والسيل اللي مصر شغاله ولا بارالايز؟ شغاله طبعا عشان تصلح شويه بالتون واللي يتبقى يبقى مين؟ مانيفست. تحب تقيس الابسوليوت والسيل اللي مصر شغاله ولا بارالايز؟ شغال عشان تعمل اكوموديشن اللي يتبقى يبقى الابسوليوت. يا ترى المانيفست اكبر ولا الابسوليوت؟ عشان كده الكتاب كاتب جنب المانيفست الهايست كونفكس لينس هايست كونفكس لينس تو ميك البيشن 6 6 ويز السيلياري مصل نوت بارالايز وزود باراليسيس للسيلياري مصل. وكاتب على الابسوليوت دي اللوست كونفكس لينس اللي تخليه 6 6 وزود باراليسيس بره. خدي بالك ركزي معايا. هو انت لو اديتي له زائد 6 يا دكتوره اسراء اللي هي العدسه دي هيشوف 6 6 صح بس مشغل مع مين؟ طب لو اديت له زائد 9 هيشوف 6 6 بس مشغل ولا مش مشغل الكونديشن؟ بس مشغل الايه؟ يعني كده كده هيشغل الايه؟ التوب. في لخبطه؟ دي الهايز ودي اللوز والاثنين دول وزود باراليسيز لكن التوتال لازم يبقى فيه ايه؟ باراليسيز. لو انا يانج ركز خالص لو انا يانج شايل صغير الاكوموديشن قوي ممكن الاكوموديشن نفسه يقدر يجيب الصوره من ورا يرزعها على مين؟ على الركنة. هيبقى ساعتها وانا يانج المانيفست كله متصلح بالاكوموديشن. يعني وانا يانج عندي خطا متبقي ولا قشطه ما عادش فيه ابسوليوت؟ ما عادش فيه ابسوليوت. عشان كده يانج يشوف 6 6 حتى هو عنده هايبر متروبي ويزود جلاسز. كل ما يكبر في السن كل ما الاكوموديشن يقل وكل ما يبدا الابسوليوت كميته تزيد ويشتكي. ايش الراجل ده وهو باصص لاحمد بعيد لو من غير الاكوموديشن مش هيشوفه. ده لما يبص بعيد يشغل ما يجي يقرا كل الناس لما بتقرا بتشغل اكوموديشن. يعني بعيد بيشغل ثلاثه اكوموديشن وقريب بيحط على الثلاثه ثلاثه تانيين. يعني بيشغل في قريب 6 اكوموديشن. فمع الوقت هيحصل له فيلير في الاول للنيل ولا للفار؟ سنها سن ده ما يجيش فرقه. هو محتاج في الفار 3 وفي النيل 6 كبر والاكوموديشن كميته قلت. مين يقع منه الاول؟ النيل لانه محتاج اكتر. انا معايا 10 جنيه معايا 10 جنيه او معايا 10 اكوموديشن خلاص؟ كنت قشطر ما حدش تعبني بقى معايا ثلاثة اكوموديشن دلوقتي مع السن ما عدتش قادر اشوف غير مين؟ غير البعيد. فيبدا يشتكي من النيل. عشان كده هتيجي مرحله مش شايف القريب بس شايف
البعيد، وعشان كده خطرا بيسموه طول نظر. طول نظر دي كلمه غلط، لانه لو استنى على نفسه سنتين ثلاثه كمان ولا هيشوف بعيد ولا هيشوف قريب. قصه ماشيه بالاكوموديشن. عشان كده لو سالتك ايه السيمتوم، ركز كده كملوه. لو سالتك ايه السيمتوم تقولي لي ان يونج تشيلدرن او تشيلدرن with low error no symptoms. No symptoms ليه يا اخت ايه؟ لانه شايل بمين؟ الاكوموديشن. استعمل الاكوموديشن في القريب بس ولا قريب وكمان بعيد؟ قريب وبعيد هو شايل، ممكن يتعب يخش في اكوموديتيف اسينوبيا اجهازه صاع. يا نهار ابيض، لانه مشغل الاكوموديشن عمال على بطال. الاكوموديشن ده كونتراكشن لعضله اسمها السينيوري ماسل. تخيل لو احنا بنلعب حديده لو انت وقعدنا بالجيم ثلاث ايام ورا بعض تتعب ولا تريح؟ العضله جوه عينك بتلعب جيم ليل نهار. اكوموديشن. ما هو الاكوموديشن ده كونتراكشن لعضله. اكوموديشن فبيصدع ويجهد بسرعه. اكوموديشن اسينوبي بس شايل. انا بيطبع بس ايه؟ بس شايل. بعد شويه من الزمن يحصل له فيلير اوف فيجن. في الاول للنير، بعد كده النير والبار. والشويه اللي حصل لهم فيلير للفيجن دول هم الشويه اللي بقوا مين دلوقتي؟ بقوا مين؟ بقوا بسوليوت. انا واحمد لما نكبر، احنا بنلبسش نظارات يا واحمد. لما نكبر يبقى سننا 45 سنه بيعملوا النظاره نقرا بيها حاجه اسمها برستيوبيا. لان كده كده لما بنكبر الاكوموديشن بتاعنا بيقل كده كده انا وهو طبيعيين طول عمرنا. طب ده راجل عنده هايبر متروبي وما بيلبسش نظاره وعمال يستعمل الاكوموديشن طول شباب وبيستعمل الاكوموديشن في البعيد اللي المفروض ما يستعملوش فين؟ هيخش في البريس بايوبيا في نفس معادنا انا واحمد الطبيعيين ولا ليه متاخر ولا ايه ليه؟ ليه من جار على شبابه جارت عليه شيخوخه. أبويا كان قالت لي من جار على شبابه جارت عليه شيخوخة. إنه يستهلك مخزون الأكوموديشن بتاعه طول شبابه، بيستهلكه في الغلط في البعيد، يستهلك صحته في البعيد، مع إن الأكوموديشن ده معمول لإيه؟ للقريب. فهيلاقي الأكوموديشن هيفيص بدري ويخش في البريست بايوبيا بدري. فاهم الكلام ده؟ أقول ده ليه الأول؟ طب تعالى نبحث صايم. تعالى نبحث صايم. لو هو درجات بسيطة لو انت هشام خليك معايا. لو لو ديجري اوف هايبر متروبيا عينه عادية ولا فيها العجب يعني؟ عادية. لكن لو هاي ديجري عينه كلها صغيرة والكورنيا صغيرة والانتيريور تشمبر، ما تكونوا معايا، والانتيريور تشمبر صغيرة والانجل بتاعت الانتيريور تشمبر صغيرة موقع. انت قلت العين كلها صغيرة والكورنيا صغيرة والانديو شمبر صغيرة، يبقى الانجل مرو. طبعا الانجل مرو يبقى العيان ده ضايق لانجل كلوشر جلوكوما. فاكرين الانجل كلوشر جلوكوما كان بتحصل في مين؟ طبعا اقولهم بالانجليزي وانت قولوله بالعربي. كان بتحصل في الميل اولد ايج هايبر متروب نيرفر فتكاد ست عجوزة عصبية لابسة نظارة. لابسه نظاره كان عندها ايه؟ كان عندها ايه؟ هايبر متروبي. جدعان. طب ولما تفتح قاع عينه الفندق ثاني واحد الفندق لو هو درجه بسيطه نفس الكلام اللي فات، اشكال الميوبيا البسيطه دي في حاجه؟ لو هايبر متروبيا درجه بسيطه الفندق في حاجه؟ كان له حاجه. لكن لو هايبر متروبيا درجه عاليه، ولو قلت لك انا ان الاوعيه الدمويه طولها ثابت رغم ان العين افرط وصفر، يبقى تعمل ايه الاوعيه الدمويه؟ تنتني ترشوط. الاوعيه الدمويه بنفس الطول في حي صغير. طب والديسك؟ لو قلت لك ان الواحد واثنين من عشره مليون نيرف فايبر عايزين يعدوا في الديسك اللي اصبح صغير، هيخشوا براحتهم ولا زحمه يا دنيا زحمه؟ زحمه يا دنيا زحمه. فانت تبص كده تلاقي الديسك بلج، يديك احساس ان فيه بابليديما او بابلايت. يسموها هي حقيقيه ولا سودو دي؟ سودو نيورايتس
او سود وبل ديما او سود باب اللايك. بعدين انا لو بضحك في عين وعين صغيره عين صغيره لمعه الاوعيه الدمويه اللي جايه من عين وعين صغيره وانا برضه النور من بره اللمعه هي هي ولا لا ازيد لان العين هيبقى صغير ازيد برايت فليكس تلمع اكتر بتلمع لان المسافه ما بين النور اللي بضحك بيه وعينك مسافه طويله لكن ما بين النور وعين الراجل اللي هايبر متروب قوي ده مسافه صغيره تلاقي لمعه كبيره جدا سموها سموها ووتر سلك هو الوتر بيلمع والسلك مش السلك ده هو سلك معين سلك هو الحرير بيلمع برضه ووتر سلك كبير هل العيان ده عرضه للكومبليكيشن العيان ده عرضه للكومبليكيشن جلوكوما اسمها وهنا يطلع السؤال الشفوي هل في علاقه يا دكتوره يسري ما بين الايرور اوف ريفراكشن ونوع الجلوكوما ايوه المايوبيا بتعمل اوبن ولا كلوز اوبن والهايبر متروبيا بتعمل كلوز ركز بقى اللي عندك مش حاول ركز خالص فين من معاك ابرم حط عليه علامه استفهام متعجب مش هنعمله دلوقتي طب ترو الترو ده يا دكتوره هدير نوعين ليه تد كامل ومنف طبعا النبي احمد جاب العيان ده وهو باصص لك انت بعيد اهو بيستعمل اكوموديشن عدسه عينه بتزيد قوته بيستعمل اكوموديشن وهو بعيد كده ويحصل له كونفرجنس وهو بعيد لا يعني احنا ما بنيجي نبص بعيد العيان بيأكوموديت من غير كونفرجنس واذا قلت لك ان الاكوموديشن والكونفرجنس دول بينهم علاقه لا ينحوها الا الله اثنين اصحاب ما انتخين مع بعض زي انا وصاحبي انا ليه وعبد طعمي من ساعه ما كنا في اولى اعدادي والله رحمة اصحاب لحد بقى حاجه نزله يعني حاجه رخمه يعني حاجه رخمه طيب تمام لو قلت لك ان الاكوموديشن في البعيد سبب كونفرجنس يبقى الكونفرجنس عنده تندنسي ان يزيد ولا يقل يعني العين عندها تندنسي ورغبه انها تخش لجوه ولا تروح لبره تخش لجوه عنده ليتنت كونفرجنت سكويد اللي يقلب مانيفست كونفرجنت سكويد وقلنا على الكونفرجنت ايزو ايزو يعني عينه بتروح لنوزو لكن ايزو ونوزو مش قلت كده المره اللي فاتت ايزو ونوزو فعنده ايزو فوريا يعني ليه اللي تقلب بايزو تروبيا يعني مانيفست عكس مين بالضبط لو سالتك في كلمتين وقلت لك هذا الكلام بيحصل ليه تقولي لي dissociation between accommodation and conversion disproportion between accommodation and conversion الصديقين الحميمين العلاج يا جلاطز يا كونتاكت لينس يا عملي تحب تلبسه جلاطز من انه نوع كونفكس ولا كونكيف كونفكس مش ممكن ما يلبسش نظاره مش ممكن يكون عند حد هايبر متروبيا وما يلبسش نظاره لو كان شايلد ودي جري لو لكن امتى يلبس نظاره لو كانت الديجري هاي او بدا يخش في السكاوين او بدا يخش في السكاوين لو اتشايلد يا خلق الله تديله فول كوركشن ولا تترفقي بيه فول كوركشن طب لو ادلت تديله فول كوركشن ولا تترفقي بيه ادلت مش هيتعود بسرعه هايست توليرابل اعلى حاجه يستريح فيها بص خليكم معايا كده هو انا كل عدسه كونفكس احطها من بره هتريح مين جوه اكوموديشن رايح الاكوموديشن بس الاكوموديشن ده دو نوت ريلاكس ات تايم يعني ما بيريحش مره واحده فانا احط له اكتر حاجه هو يبقى مبسوط منها وعينه مبسوطه منها وبعد ست شهور ادواته المال يعني ايه فاكرين المخطط اللي كنا عاملينه زائد 10 زائد 1 زائد 9 زائد 3 زائد 6 ركز حطيت اتروبين يا ندى العيان ولقيتي على جهاز الكمبيوتر مطلع لك لباسيه ندى زائد 10 انت نفسك لباسيه كام بقى زائد 10 زائد 10 ولا زائد 9 زائد 9 لان كده كده انت في واحد هيتصلح بواسطه مين بواسطه تو يبقى انت نفسك تصلحي المانيفست اكيد انت عارف انا بعمل ايه بقى انا اول حاجه اجرب له زائد 6 طيب ماشي كويس احط له بعديها زائد 7 كويس زائد 8 كويس زائد 9 مش مريحاني يا دكتور تديله زائد 8 ولا تعملي راس الجزمه وتديله زائد 9 زائد 8 دي اكتر حاجه استحملها دلوقتي لان عينه من جوه مش راضيه تريح اكتر من كده
العلبة السيل المصري بس مش قادر اطريح اكتر من كده. فانا الدين الهاي توليرابل الاكثر تقبلا وبعد 6 شهور ادوت بيه لان السيل المصري اكشن لان هو ينق. اتمنى لو جالك واحد شيخ اولد ايج واول مره يلبس نظاره وعنده هايبر متروبيا تديله فل ولا الهاي توليرابل ولا الفل؟ الفل لان ما عندوش اصلا ايه اكوموديشن. مش اللي كان خاطبنا على الهاي دي ان الفيلر مصل قفشه مش راضي يتريح. هو دلوقتي وهو اولد ايج في اصلا فيلر مصل شغاله ما بيني وبين اديله فل. يبقى انا بدي فل في الاطفال بداعي المنتال ديفلوبمنت وبداعي انهم بيتعودوا بسرعه، وبدي في الاضل هاي توليرابل لان السيلير مصل ويل نوت ريلاكس ات ذا سيم تايم يساعدني، وبدي فل في الاول لان ما عندهمش اكوموديشن. وليس سؤالتي يعني كونتاكت لينس بينهم قشطه وجميل. تعرف انا بس عشان انقل الخبره، انا بتجيني بنت عايز تلبس كونتاكت لينس لاول مره بسالها سؤال واحد. اولا وسؤال واحد، حضرتك لما تخش بالكوبدرات لبسك ولا بترميه؟ يقول لي برمي اللبس. يقول لي ان شاء الله اقول ان شاء الله مش هينفع نعملك عصابه، لان اللي مرتب في حياته ومنظم واخد باله من نفسه هو يبقى منظم مع عادته بينظفها ومهتم بيها. واخد بالك ازاي؟ لكن داخل مفعكش بني ادم مفعكش يبقى يفعكش معاك. مفاجأة زي ما انا مفاجأة ان الكونتينر فيه ملوخيه والله العظيم. طب خطف الملوخيه وحابه تقلع العنزات ما حبتش تنظف ايديها عادي جدا، وازاي الملوخيه مدرعه في البتاع؟ قالوا ايه عينها محمره؟ شوف يا ستي زعلانه يا احمد ان عينها احمره وقالت لك العدسات اللي الدكتور اداها لي وحشه. وحشه يا بنت الوحشه. طيب تمام هنعمل له عمليه. تحب تعمل له ايه يا احمد يا واد؟ يلا يا واد. هو نفس الكلام ليزك وعايز تلعب على لينس فيكك اي او ال او كلير لينس ايه اكسل. هيطلع واحد من القريه اللي احنا قاعدين فيها دي يقول لي هو الليزك يا دكتور عبد الله هيعمل ايه في الهايبر متروبي؟ اقول له ايه انا اقول له الليزك هنا هينحت البريك هينحت ايه؟ ركز كده. فلنبحث معاً البريفري فيبحث البريفري ويخليه كده فيخلي التحدث أخباره إيه بقى فتحة قرنية تبقى مور كونفيك. أنت عملت ليه كده؟ مبسوطة ليه؟ ده حق مش أنا ده حق ما يقولونه حق. اعرفي إن ليه جبست وجبست في الميوري قشطة طبعا نتائج تقريباً قريبين من 100% الهايبر متروبيا. والله العظيم ما بعرف بيجي العيان هايبر متروبيا اقول له كده اقول له هنعمل مره ما دام انت مصر واحتمال نعمل الثاني واحتمال ما تصلحش الاخر يبقى لك شويه واخد بالك فاهم ايه؟ هو بيطلع درجه بسيطه لحد زائد 6 زائد 6 مش اكتر ولا اقل والنتائج ما هياش اللي انت متخيلها لانه بيلعب بطريقه ايه ده ايه ده؟ يعني ايه شرينكج اوف ذا بريفري ولا فلاترنج للبريفري وبالتالي بلج للسنتر ولا بوركر بيتشر للسنتر؟ اقصى هو كده السنتر بيخليه اكتر ريليتيف للثاني بالظبط اكتر تحسبا اكتر هيكون متصدف حاجه. والله لا والله لا هو يعني الشيب كده هيتغير. يعني السنتر كان من الاول بيشوف درجه معينه لسه بيشوف بنفس الدرجه هو بس صلحها مقارنه بالينبحر. يعني صلح السنتر ريليتيف للبريك لا الكيرفيتشر نفسه بيتغير بياخدوا بالدقه. يعني انت دلوقتي قوه القرنيه ثانيه واحده بس قوة القرنية معتمدة على التدرج ده كمان. يعني كسر الأشعة معتمد على التدرج ده. خد بالك أنت بقى غيرت التدرج ده. فزي ما أنت قلت أصبح الريلاتيف أقوى شوية. قشطة أوكي تمام كلام كويس. لأن هي فعلا الانكسار لما تيجي تخش جوه منه بقى أكتر وتدرس أكتر بيعتمد على التدرج ده. فعشان كده الهايبر بتقول لك ماشي ليه؟ ماشي ليه؟ ماشي. وطلعين دلوقتي فوليوم ليزر فوليوم ليزر. مكتوب عندك فوليوم ليزر ثيرمو كيراتو بلس. عارف مكتوب ايه في الفوليوم ليزر؟ بريفرال فلاترنج او شرينكج اوف ذا بريفري. نفس الفكره بالظبط. هتطلع النهارده متضايقه مني وهتقول الدكتور قلده هايبر متروبيا. ما ينفعش غير كده عشان لما تروح النهارده تحطين بعضين قصاد بعض هتلاقي الكلام كوبي بيست بس بمقلوب. ده طول العين ده قطر طول العين ده كيرف ده كيرف قلب الاندكس ده الاندكس قال ده ليزك ده كذا ده كذا. يلا بالتوفيق.